مرحبا، حلقة جديدة من أخبار صباح. اليوم الجمعة، آخر يوم بشهر تشرين الثاني، 30 تشرين الثاني. نتمنى كانون الأول عن جد يحمل معه هيك أيام حلوة للبنان واللبنانيين، وبشهر الميلاد بنتمنى ولادة حكومة بقى لنقدر هيك نعيد مثل الخلق. رح نحكي بحلقتنا عن احتفال بالذكرى 75 لاستقلال لبنان بالسفارة اللبنانية بالمملكة العربية السعودية، يوم رياضي بمدينة علي للتوعية حول مرض السكري، بالإضافة لمحطتنا الدايمة مع زميلتنا مريم الحاج مثل كل نهار جمعة. أما ضيوفنا لليوم فهن الفنان إبراهيم سماحة، معهم نحكي عن معرضه الجديد كاموفلاج، وباسكال مينا عضو بالهيئة الإدارية لجمعية الأصدقاء اللبنانيين لمرضى التصلب اللويحي، ومعها رح نحكي عن حملة بتحمل عنوان أحلامي مثل أحلامك للتوعية من المرض. هيدا ملخص عن الحلقة، والبداية مثل العادة اتصال مباشر من مصلحة الأرصاد الجوية. معنا مدام جوسين بوفارس على الخط، ومعها عم ناخد تفاصيل حول طقس الويك أند. مرحبا. أهلا، كيفك مدام؟ الحمد لله جوال. هلأ ما بعرف إذا شتت شوي مبارح، بس بعتقد كانت متفرقة إذا كان في شتي. صحيح. واليوم مفروض شتى. مزبوط مزبوط، هو اليوم المفروض يعني يكون نهار ماطر. نعم. هلا عم نتأثر، بلشنا نتأثر بمنخفض جوي المتمركز فوق اليونان. أكيد عم بيأدي لطقس متقلب وماطر، بينحسر. نعم. تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر السبت. اليوم بالإجمال غائم الطقس، يعني سريعة الشتوى كان. نعم سريعة، يعني اليوم سريعة بس. صحيح سريعة. أوكي. يعني ماكسيموم ما في 36 ساعة، شي 30 ساعة كحد أقصى. نعم. اليوم كان بالإجمال عندنا الطقس غائم في ضباب على المرتفعات، انخفاض ملموس بدرجات الحرارة بده يكون على الجبال والداخل. وراح تتساقط الأمطار متفرقة، بتشتد غزارتها من وقت للتاني، وبتكون مترافقة بعواصف رعدية. هي بلشنا نسمع العواصف الرعدية خلال الفجر اليوم. نعم. ورياح ناشطة، وبتتساقط الثلوج على ارتفاعات 2100 ما فوق بعد دافي. أوكي. رجع على التلج. رجع على. صحيح. بس بكرة بقى ترجع تنخفض درجات الحرارة، هالشي رح يدلنا معه مستوى التلج للألفين متر. نعم. وبترافقوا هيدي الفترة قبل الظهر، وبترافقوا كمان أمطار متفرقة وخفيفة. أوكي. وبلش الطقس بالتحسن اعتبارا من بعد الظهر. بس ما صار لازم عن جد تشتي؟ لازم تشتي. عم تشتي كتير قليل، يعني تا أنا أقول هيك يعني في question mark، في شيء غلط بالموضوع. طيب هي. الأحد طقس بالإجمال غائم جزئيا، في عنا بداية ارتفاع بدرجات الحرارة، يعني ارتفاع خفيف على الجبال والداخل. بتبقى دون تعديل على الساحل، وبتشكل ضباب على المرتفعات، بس هالشي ما بيمنع هيك تنقط لها شيء خفيف فترة الصباحية. أوكي. درجة الحرارة اليوم، درجة الحرارة اليوم على الساحل رح تراوح من 10 لـ23، فوق جبال من 10 لـ15، بالأرض من 4 لـ7 درجات، وبالداخل من 9 لـ16 درجة. الرياح السطحية الغالبة اليوم بتبلش هلا جنوبية جنوبية شرقية، خلال النهار بتصير جنوبية غربية، وبالليل بترجع لجنوبية شرقية، سرعتها بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، وبتشتد احيانا بتوصل لل 55 كيلومتر بالساعه. الرؤيه متوسطه، تسوق احيانا عن مرتفعات اكيد بسبب الضباب والامطار، والرطوبه على الساحل رح تروح بين 60 و80%. اوكي اوكي، احنا بنشكرك مدام، بكره اتصال جديد. اهلا وسهلا، باي، الله معك. عناوين صحف مع بيارات. مرحبا. مرحبا جوال، وتحية صباحية لكل المشاهدين. جولة على عناوين صحف بيروت لصباح اليوم، بنبداها هلأ. جولتنا بنبداها مع عناوين صحيفة النهار. الحريري وجنبلاط يردان على مخطط الاستدراج. حملة التهجم على الحريري تواكب التصعيد المستمر في المأزق الحكومي. اقتراحات باسيل سقطت تباعا، واقتراح أخير يتوقف على موافقة رئيس الجمهورية. إنقاذ نهر الليطاني لا يزال ممكنا، وصولا لفيليب لازاريني منسق نشاطات الأمم المتحدة بلبنان، وهو عم بيقوم بزيارة لنهر الليطاني مع وفد قبل مبارح الأربعاء. التوترات الدولية تخيم على قمة العشرين في الأرجنتين. أستانا يعطي الضوء الأخضر لعملية عسكرية محدودة في إدلب. إسرائيل عاودت غاراتها على سوريا، ودمشق أعلنت إسقاط أهداف معادية. وختاما ضمن افتتاحية النهار لليوم بألم مروان اسكندر، العنوان اليابان رغم دينها البلد الصحي الأول.
إلى عناوين صحيفة الحياة، جوتيريث قريبون جدا من إطلاق المفاوضات اليمنية. التحالف يسلم الموانئ في حضرموت إلى خفر السواحل اليمني. قرقاش، السعودية أساس لأي بناء عربي وخليجي سوي. المدعي العام الإيراني يقر بتبييض أموال ويطالب ظريف بأدلة على اتهاماته. أمريكا تعرض أدلة على أسلحة إيرانية في اليمن وأفغانستان. أوكرانيا تشكو حصارا بحريا روسيا وانقسام أوروبي حول معاقبة موسكو. وختاما، البحرين الحكم على 3 متهمين بقيادة جماعة إرهابية. إلى صحيفة المستقبل، المستقبل لن ينجر للفتنة والحريري لن يغير موقفه. أهل الجبل براء من التحريض البعثي وعثمان يحذر المتطاولين على الرموز والشهداء. واشنطن، النظام الإيراني يمارس دورا خبيثا في المنطقة. دمستورة، الأستان 11 فرصة مهدرة. ضمن مقالة المستقبل لليوم بقلم أسعد حيدر العنوان سوريا والحل البعيد، وختاما ترامب يلغي لقاءه مع بوتين. إلى صحيفة اللواء، دوامة التأليف، انفعال سياسي وتفلت في الشارع والسلسلة في مهب التمويل. جنبلاط يحتوي محاولات التوتير مع بيت الوسط، وباسيل يلتقي الحريري اليوم. قمة العشرين تنطلق اليوم على وقع الحرب التجارية مع الصين. ترامب يلغي اجتماعه مع بوتين بسبب أوكرانيا، ولقاء بين بن سلمان وماكرون. واشنطن تعرض أدلة على تسليح إيران للحوثيين وطالبان. وختاما، أستانا 11 يفشل وإدلب على برميل بارود. نوصل للصحف الأجنبية، وبداية مع ترجمة لعناوين صحيفة ذا ديلي ستار. الحريري ثابت على موقفه. قمة العشرين وبلاغها الصعب جدا. وختاما، أوكرانيا تحث الناتو على إنزال أسطول بحري. من ذا ديلي ستار إلى ترجمة لعناوين صحيفة لوريون لوجور، الليطاني ليس سوى مياه مبتذلة حاليا. الصالة الزجاجية جاهزة للشيشة. ضمن معرض فني رح تستقبل الصالة الزجاجية بوزارة السياحة قريبا. وبعنوان أخير وبعيدا عن السياسة، اللقاء مع شريف ثابت. وعنوان أخير ضمن ملف الحكومة، المستقبل حازم للقاء بين الحريري والوزراء السنة. بصحيفة الشرق الحريري، الصراخ السياسي لا يوصل إلى أي مكان. عون يحذر برسالة إلى الأمم المتحدة من ضرب 194. وختاما، ضمن رأي الشرق لليوم، إنجازات في التطور وإخفاق في السياسة. من صحيفة الشرق إلى عناوين صحيفة الشرق الأوسط، قمة العشرين تنطلق اليوم وترامب يلغي لقاءه مع بوتين. ماكرون يعتزم لقاء ولي العهد السعودي. والتجارة والمناخ وأوكرانيا على جدول أعمال القادة. أول قصف إسرائيلي منذ تسلم دمشق S-300 استهدف مواقع إيرانية جنوب سوريا. اليمن يرفض إخراج إيرانيين بذريعة نقل الجرحى. التحالف يدمر منصة للصواريخ الباليستية الحوثية في صعدة. وختاما، السبسي يتهم النهضة بالتخطيط لقتله. أكد امتلاكها جهازا سريا وهدد بمقاضاتها. وجولتنا منختمها مثل العادة مع عناوين صحيفة الجمهورية، يلي عنونت لليوم ضياع سياسي في مواجهة المخاطر. واشنطن، أسلحة إيرانية في اليمن وأفغانستان. قرار من الله إلى حزبه. ليست مسألة اللاجئين السوريين بلا حل. وختاما، هل بدأ حزب الله مراجعة سياسية؟ مع هالعنوان بنكون وصلنا لختام جولتنا على الصحف لليوم. فاصل علينا ومن بعده جولة فنية وثقافية مع جوال. ضلكم معنا.